عندك دابا واحد الكيكات فرديين بالشوكولات. تفضلي. غنحتاجو الكاس صغير ديال الماء، يعني غنعبرو غير بالكاس الصغير. غنحتاجو مذوبه فيه واحد معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، نفس الكاس غنعبرو به السنيده. نفس الكاس غنعبرو به الزيت، يعني كاس صغير. وغنحتاجو كاس ونص ديال الدقيق، وخماره وحده ديال الحلوه. ما بغيناهمش يطلعوا لينا، نفس الطريقه غنقول لكم علاش. وواحد راس المعلقه ديال روح الفاني، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. طريقه غنطربوا هذاك البيض مع السنيده مزيان حتى كيولي لنا رغوه. عاد كنزيدوا عليه الزيت بشويه بشويه، كنزيدوا داك المدافي فيه القهوه سريع الذوبان، وكنحيدوا الطغاب، وكناخذوا غير الباتيو، كنبداو نزيدوا الدقيق بشويه بشويه مع الخماره. وكناخذوا هذوك المولات ديال السيليكون صغار، نديرو غير معلقة صغيرة من هاد الخليط، ما نعمروهمش بزاف، ما بغيناهمش يطلعوا لينا بزاف. ملي نكملوا التعمار ندخلوهم للفران. ولكن هادوك المولات ديال السيليكون ضروري نديرو تحت منهم شي لاطا من التحت، ما نديروهمش منهم للفران. ومن الضروري يكون عند السيد داك النوع الممتاز، حيت فيهم انواع هاد المولات ديال السيليكون. المهم دخلنا الكيكه للفران، نوجدوا التزيين. ناخذوا الشوكولات ابيض، حيت الكيكه درناها كحله، غنديروا العكس، نذوبوا الشوكولات ابيض بحمام مائي حتى كيذوب لينا، كنزيدوا عليه شويه الزيت. من بعد كنطيبوا لينا الكيكات، كنخرجوهم من الفران. نفس المول اللي درنا فيه الكيكه غنديروا فيه الشوكولات. يعني ما نغيروش، درنا الكيكه مثلا في مول السيليكون اللي فيه، هو فيه اشكال بزاف. المهم بحال درنا دابا شكل وريضه، خرجت لينا الكيكه، هذيك الكيكه على شكل وريضه، غنعمروا الشوكولاط الابيض هو بالشكل ديال الوريضه. ملي غنديروه في حمام مائي وغنديروه غنديروه في حمام مائي وغنديروه في داك المول ديال السيليكون الشكل ديال الوريضه، نرجعوا عليه ديك الكيكه من بعد ما تكون طابت، باش تشد لينا، باش تلصق لينا الكيكه في ديك الوريضه ديال الشوكولاط. اي مفهوم، وصلت الفكره؟ اي لا وصلت. اي باش نديروا داك الشوكولاط هو سخون، غنحطوا فوق منه ديك الكيكه في نفس المول اللي خدمناه فيه. باش ملي كندخلوهم الثلاجه يبردوا، كنحلوهم، كنلقاو الشوكولاط، يعني كيولي عندنا الشوكولاط الفوق ابيض على شكل وريضه، والكيكه يعني هما الفوق راه كنزينو باي حاجه، ممكن نديرو عقيقه، نديرو شويه الا كانت داك المول فيه حفيره الوسط، نديرو شويه ديال الحليب مركز محلى ونزيدو شويه العقيق، يعني كيبقى اختياري. هاد الكيكات كيتقدم مع الطرطات الصغار، يعني فعلا. في البلاطو تبارك الله. اييه كيجيو زوينين. الله يعطيك الصحه.